تأتي اتفاقية التفاهم التي وقعت بين المجلس الوطني لنساء التشاديات والمنظمة الدولية للصحة الأسرية لتحسين ظروف المرأة التشادية وإتاحة الفرصة أمامها من خلال التدريب وصناعة فرص العمل. المدير القطري للمنظمة الأمريكية للتنمية ليزي أمبرياد قال إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار دعم مشروع تقوية كفاءة الجمعيات المجانية في تشاد والذي تم تمويله من منظمة FHE. رئيسة المجلس الوطني للنساء التشاديات السفيرة مريم حمانور أثنت على جهود المنظمة الأمريكية للتنمية وقالت إن هذه الاتفاقية يراد منها تحسين ظروف المرأة التشادية وتأهيلها في مختلف المجالات، كما أنها تؤخذ في الاعتبار إدخال التكنولوجيا واستقلالها في تسريع أنشطة النساء خاصة اللائي يعيشن في المنطقة الريفية.